ثلاث نقاط لازم نحكي عنهم بملف رياض سلامه بعد ما وصلت مذكره الانتربول الدوليه وصار رسميا حاكم مصري في لبنان ملاحق بكل دول العالم. يعني عنا رأس النظام المصرفي او المالي اليوم هو مطلوب. شو يعني هيدا؟ هيدا الشيء بسبب خطر على علاقة المصارف بمصارف المراسلة وكل عمليات الاستيراد والتحويلات المالية من وإلى لبنان. ولكن بعد هيدا الشيء رهن بقرار سياسي أمريكي بعد ما عرفنا شو مضمونه وكيف رح يتصرفوا الأمريكيين مع هيدا الشيء، رغم أنه التعميم رقم 165 بيعني أنه الأمريكان راضين عن سلوك رياض سلامة وبالعكس عطيوا ضوء أخضر ليكون بالمقاس المالية بالدولار بقلب المصرف. النقطة الثانية هي كيف بده يتعامل القضاء اللبناني مع مذكرة التوقيف. اليوم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مفترض أو صار ملزم أنه يدعي لجلسة استجواب لرياض سلامة الأسبوع المقبل، ومفترض أنه يوقفه لأنه الملف الفرنسي هو نسخة على الملف اللبناني، لا بل هو استند على الملف اللبناني المكون اللي حقق فيه جان طنوس وغادة عون كرمال يبني كل الحقائق اللي وصل لها وكل المستندات والوثائق اللي حصل عليها هو من لبنان وليس من أي مكان آخر. وبالتالي إذا الفرنسيين أصدروا اتهام لرياض سلامة بالإثراء غير المشروع وبالاختلاس وبتبييض الأموال، يعني لبنان لازم يعمل ذات الشيء لأنه هول مثبتين على رياض سلامة وهول بيكشفوا شبكة عصابة منظمة ساعدت وحمت رياض سلامة. النقطة الثالثة هي الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة بباريس. اليوم في جلسة ب 23 الشهر لأجل هذا الموضوع، ولكن نجيب مئاتي بعد ما عين جلسة حكومية رغم انه الجلسة جمعة الجاي معين جلسة حكومية لتثبيت للدفاع عن حق الدولة اللبنانية باسترداد هذه الممتلكات اللي تقدر ب 300 مليون دولار، يمكن لانه حاسس انه مش بحاجة لهول اموال لبنان ويمكن انه لازم نتركهم للدولة الفرنسية او للجمعيات تستفيد منهم. جوابا على سؤالكم، لا دور سياسي في إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة. فرنسا لم تصدر مذكرة توقيف، الذي أصدر مذكرة التوقيف هي قاضية التحقيق والقضاء الفرنسيين. إذن ليست فرنسا من أصدرت المذكرة، هو القضاء الفرنسي ومؤسسات الدولة الفرنسية مضطرة، يعني طلعت أصدرت المذكرة بتعممها على الأجهزة الأمنية الفرنسية وعلى مطارات الإسباش شنغان، الدول الخاضعة للشنغان والأنتربول ومنظمة الأنتربول. فإذا المخص السياسي بالقضاء، القضاء بفرنسا بعكس القضاء بلبنان، ما في تدخل بالقضاء، ما بيقدر رئيس الجمهورية حتى يمسك تليفون ويتصل بقاضي ليقول له بأي اتجاه بيروح بالملف. والدليل اليوم صدر حكم بملف فساد وإساءة استعمال السلطة بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لأنه حاول كان بده يعين شخص بيعرفه قاضي في منصب آخر مقابل أنه هذا القاضي يستطيع الاستحصال على معلومات تخص في قضية ثانية متهم فيها الرئيس السابق ساركوزي، وكان الحكم بالاستئناف ثلاث سنوات حبس منهم سنتين مع وقف التنفيذ. إذا ما خص السياسي بالقرار القضائي، القضاء الفرنسي مستقل بعكس كثير وكثير من الدول الأخرى. لا شك أن الخبر الذي تناقلت الصحف اليوم نقلا عن القاضي شارب أبو سمرة حول تعذر بلاغ رياض سلامة لعدم العثور عليه في أي مكان وعدم تمكنه من تحديد مكان إقامة له سيثير سخط القضاء الفرنسي وسيعزز على الاعتقاد بأن القضاء اللبناني غير متعاون في هذه القضية، خاصة أنه قد سبق للقاضية الفرنسية في جلسة استجوابها لرياض سلامة أن حاولت إبلاغه موعد هذه الجلسة إلا أن أبو سمرة اعترض على هذا الإجراء وطلب انتهاج الأطر القانونية بحيث توجه استنابة للنيابة العامة التمييزية وهي تقوم بدورها بإبلاغه وصولا. عدا عن ذلك فإن رياض سلامة أيضا مثل أمام القضاء اللبناني بصفة مدعى عليه، وبالتالي كيف تمكن القضاء اللبناني من إبلاغه هذه الجلسات وجلسة الاستجواب الفرنسية على الأراضي اللبنانية بينما يتعذر عليه إبلاغه هذه موعد هذه الجلسة، علما أن يعني
رياض سلام ليس مطلوبا بشخصه بل مطلوبا بصفته كحاكم المصرف المركزي اللبناني، ويقوم بمهامه بشكل دائم ويومي، ومكان إقامته معروف. وهناك العديد من الاجتهادات اللبنانية والفرنسية بأن على مأمور التبليغ أن يقوم بإبلاغ المطلوب بالذات، فإذا تعدى عليه ذلك قام إبلاغه بواسطة سكرتاته أو مديرات مكتبه في مكان عمله. وبالتالي يعني هذه الذريعة لم يقبل بها القضاء الفرنسي، ولكنه ملزم وفقا للأصول بعدم اتخاذ أي إجراء طالما أن جواب القضاء اللبناني أتى بعدم تمكن من إبلاغ المطلوب موعد الجلسة أصولا. وبالتالي ما يعزز على الاعتقاد بأن القضاء الفرنسي مضطر لتأجيل هذه الجلسة وتعيين موعد جلسة آخر، وهذا ما يراهن عليه سلامة لكسب بعض الوقت. بالنسبة لسؤالك أنه 15 حزيران، أول شيء لازم توجه لدولة الرئيس نبيه بري بشكل أساسي، لكن اللي بيقدر يقرأ الواحد من هذا الموضوع أنه لبنان بحاجة إلى انتخاب سريع لرئيس الجمهورية، و 15 حزيران عم بيقول أنه إذا ما قدرتوا تنتخبوا فرايحين من 15 وطلوع على يمكن بعدين استحقاق لإلى علاقة بالمصرف المركزي وتعيين حاكم للبنان وغيره وغيره شغلات. فبالتالي عم بتبين أنه اللبنانيين بيكونوا ساعتها مش على قدر من المسؤولية، لذلك اللي عم بيحاول يحشرهم دولة الرئيس لحتى يتفضلوا ينزلوا على مجلس النواب بمرشح، يا أما ينتخبوا رئيس ينتخبوا ينزلوا مرشح وبالتالي يصير في انتخاب واللي بيربح، أو أنه يتفضلوا ما عندهم ما قدروا يجيبوا أو يتفقوا على مرشح ينزلوا مرشحين، أو الصيغة الثالثة أنه يتفضلوا يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية بشكل كامل وينزلوا يأمنوا النصاب. وإذا مثل ما هلأ يمكن عم ينحكى بعض البعض بده يقدم ورقة بيضاء فبيقدم ورقة بيضاء، لكن المهم بيكون قام بمسؤوليته الوطنية وبرهن أنه إنسان يتحمل مسؤولية وطنية ولا يريد أن يأخذ لبنان إلى يعني إلى مزيد من الانحلال الدولي وفشلها، وبالتالي إلى أنه نعطي انطباع كثير سلبي لبرا عن كل ما يجري نحن بغنى عنه. نحن طبعا لأنه اللبنانيين عم بيدوروا بفرق وهو ذاته، يعني نحن بدائرة مفرغة، لازم نكسر هذا الطوق وقبل 15 حزيران لحتى نبلش نبني يعني نبلش نأسس للنهوض من الركام اللي احنا فيه. هلا حقيقة الوزير باسيل شخصية علمية النزعة، يمارس السياسة بعقل مفتوح، راكم خبرة هائلة وأصبح لديه قدرة كبيرة جدا على هضم الوقائع واستيعابها والتكيف معها، ولأنه هو عارف طبيعة الأرض اللي عم بيخوض عليها معترك السياسة الصعب بظروف بالغة التعقيد، هو يتعاطى مع اللحظة الحالية بواقعية شديدة، يدرك جيدا ما هي أوراق القوة التي يمكن أن يمتلكها وما هي أوراق الضعف التي يعيشها، يجري حسابا رياضيا ما بين الأمرين، وعلى أساس الكف التي تميل يأخذ قرار. على هيدا الأساس باعتقادي لا مصلحة للوزير باسيل بالتخلي عن حزب الله كحليف، لا إمكانية للتلاقي مع خصم لا ثقة بينه وبينه هو سمير جعجع، لا مساحة لكل الأسماء التي جرى تداولها لكي تكون مشروع رئاسي مشترك، فهم عميق لأبعاد المتغير الإقليمي وتأثيراته على لبنان من البوابة السورية، وقدرته على أن يبقى حاضرا في قلب الدولة والإدارة ولعبة المصالح المتبادلة بالبلد، وعمره الذي يتيح له أن ينتظر سنوات قبل أن يتقدم للرئاسة بظروف أفضل من الظروف الحالية. على أساس كل هذه الوقائع التي يدركها جيدا وبناء على مسار الأشهر الماضية، باعتقادي أنا لدى الوزير باسيل مقاربة جديدة
رئاسيا في الفترة القادمة يمكن أن نلحظها. ما لم تطرأ تطورات استثنائية في اللحظات الأخيرة لعمليات فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية، وهذا على الأقل حتى الآن شبه مستبعد، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا لم تسفر عن رابح في الجولة الأولى. رجب طيب أردوغان فاز ب 49.30% ولم يصل إلى نسبة 50% الضرورية للفوز بالرئاسة. مرشح المعارضة كمال كليجدار أولو نال 45%، فيما نال المرشح الثالث وكان مفاجأة سنان أوغان بحدود 5.4%. ولذلك فإن نتائج الدورة الثانية بين أردوغان وكليجدار أولو معلقة على الكثير من الأسئلة التي لا تجد جوابا لها إلا بعد فرس صديق الاقتراع. ولكن يبقى أن كتلة سنان أوغان في حال كانت موحدة ستبقى محطة أنظار، وفيما إذا كانت ستعطي أصواتها لكليجدار أوغلو أم إنها ستنقسم أو تترك لها حرية الخيار. وبالتالي الانتخابات في الدورة الثانية ستكون شديدة التنافس والنتائج ستكون متقاربة جدا، ولكن في النهاية كل هذا يظهر الانقسام العمودي في المجتمع التركي على جميع الأصعدة. كتاب الدبلوماسية الاقتصادية والأعمال الدولية بمنطقة الشرق الأوسط هو طبعا كتاب تحت إشرافي، هو من مجموعة الدبلوماسية الاستراتيجية من طبعا الإديسيون لارماتان، وهو بالتأكيد ببريز يلي صدر. هو بيتحدث عن طبعا الدبلوماسية الاقتصادية اللي هي من أهم الدبلوماسيات في العالم، وتحديدا الدبلوماسية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وطبعا دول الخليج يلي هي عندها الدبلوماسية الاقتصادية المميزة يلي طبعا استثمرت وطبعا جذبت الاستثمارات الخارجية خصوصا من الغرب. ونتحدث طبعا عن دور الدبلوماسية الاقتصادية الأوروبية التي لعبت دورا مهما في هذا الإطار على التبادل بين ضفتي المتوسط. طبعا هيدا الكتاب هو بيبحث عن طبعا ثغرات كانت مفقودة عن هيدا الموضوع، وهل أهمية هيدا طبعا للدبلوماسية الاقتصادية والأعمال الدولية يلي كمان عطيت العالم العربي أهمية كبرى ونحن نتحدث عنها، ونتطرق كمان أيضا في نهاية الكتاب إلى الأزمة الاقتصادية اللبنانية وكيف تعاملت الدبلوماسية الفرنسية خصوصا مع هذه الأزمة. يا فراشي هو سدين عمل من كلمات جميل صغيب اللي انصاب بمرض التصلب الجانبي الدموري ALS. كلماته قصائد وأغاني وتراتيل انجلي فرنسي عرب. عمل هو قررنا بأيار، هو أربع أيار ذكرى وفاته الأربع سنين، وهو شهر أيار هو شهر التوعية ضد مرض التصلب الجانبي الدموري. تغنى من فيه 15 غنية، مسيو نادر خوري وفادي أبي هاشم قرروا يساعدوا جميل أنه يتحقق هالحلم ونعمل إصدار لهالسيدة. ومنشكر كل شخص 15 مطرب غنوا بهيدا السيدة وكانوا ساهموا بنجاحه.